مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. هنتكلم النهاردة عن فنان يعتبر واحد من افضل المواهب الغنائية في تاريخ الفن، لكنه لم يحظى بفرصة كغيره من النجوم اللي حققوا شهرة فنية واسعة في الوقت ده. برغم من موهبته الكبيرة إلا أن مسيرته الفنية قصيرة جدا، ويمكن في أسباب كتير لسبب قصر الموهبة دي. تعالوا نتعرف النهاردة على المطرب كمال حسني. قبل ما أبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي اقترح عليا بطل القصة بتاعت النهاردة، حابب أقول له شكرا ولا ألف شكرا. حتى الفنان كمال حسني من مواليد سنة 1929 في القاهرة، بدأت الموهبة تظهر عليه، موهبة الغنى من وهو صغير، وكان بيشارك لما كبر شوية في الحفلات المدرسية، بيقدم في الحفلات دي أغاني كتيرة جدا بأداء مميز، الناس كلها بتحب صوته وهو بيغني. كان بيغني لمحمد عبد الوهاب، كان بيغني لفريد الأطرش، وقعد يغني في المستويات الدراسية المختلفة لحد ما كبر ودخل الكلية، التحق بكلية التجارة وتخرج واشتغل في البنك الوطني المصري. دايما البني آدم اللي عنده موهبة وعنده حلم مهما بيتقدم العمر ما بيقدرش ينسى الموهبة دي حتى لو على سبيل الهواية. في الأربعينات عرف إن في مطرب جديد اسمه عبد الحليم حافظ، راح علشان يسمعه وانجذب ليه من غير ما يحس، وحس إن هو قريب منه وبدأ يحفظ أغانيه لحد ما ظهرت أغنية على قد الشوق. قرر كمال إن هو يغنيها، وتحديدا يعني راح لركن الهواة في الإذاعة، علشان الركن ده كان بيسمح للمواهب إن هي تعيد غناء الأغاني بتاعت الناس المشهورين. عمل بروفات عليها فعلا، وكان المفروض خلاص هيغنيها، ولكن تم تأجيل دوره بسبب العدد الكبير من المطربين اللي عايزين يشاركوا في ركن الهواة. بعديها جت أغنية توبة، عمل وقتها بروفات عليها وفعلا غناها. كان نفسه بس لما غناها إن عبد الحليم يسمعه ويفرح بالأغنية اللي غناها كمال، ويعرف إن في حد بيحبه، كان نفسه يوصل صوته لعبد الحليم. البداية جت منين بقى؟ إن كمال حسني الناس والمنتجين يدوروا عليه، كان وفقا لما ذكروا الإعلامي سامي كمال الدين إن في مذيع عمل فكرة ذكية ولعبها صح، خد أغنية توبة بصوت عبد الحليم حافظ وركب عليها جزء بصوت كمال حسني، وزعها في الإذاعة وطلب من المستمعين إن هم يفرقوا بين الصوتين. الناس عجزت تماما إن هي تميز ما بينهم. كمال غنى الأغنية وراح قعد في البنك، ما يعرفش إن الدنيا بعد أسبوع واحد هتتغير معاه للأبد. دخل عليه راجل في البنك وهو شغال، كمال حسني، أيوة، قال له عندك مقابلة في مكتب الإذاعي الكبير حسني الحديدي والإذاعي علي فايق زغلول. والراجل اتصدم من الأسامي التقيلة، راح فعلا ولقى هناك الكاتب الصحفي موسى صبري والملحن إبراهيم حسين، اللي قالوا له إن ماري كويني عايزة تقابله وتتفق معاه إن هو يمثل. والكاتب موسى صبري قال له إن أنا هكتب عنك كمان علشان يعني فرش للجمهور لي، يعني إن هو يعرف الناس باسمه. راح وقابل ماري كويني وسألته أسئلة عن عايز تمثل إيه، أحلامك، طموحك، الكلام ده. المهم مضت معاه 3 سيناريوهات، 3 أفلام، وقالت له أنت محتاج حد يقف معاك قصادك يعني كبطلة تكون تقيلة علشان يعني الفيلم يبقى حد مش معروف وحد معروف، تمام؟ فاختارت له وقتها إن شادية تقوم معاه ببطولة الفيلم ده. طبعا كمال لما سمع اسم شادية ارتبك جدا، لان شادية كانت قامة وقيمة وقتها خلاص والناس عرفوها، وكانت كمان عملت دويتو مع عبد الحليم حافظ قبل كده. ومعرفش ميري كويني بالصدفة كده يعني جابت كمال حسني وعملت دويتو بينه وبين شادية في الفيلم اللي هما يعملوه، ولا كانت قصدا ان هي توصل رسالة للجمهور ان كمال حسني هو
هيكون منافس عبد الحليم حافظ بشكل أو بآخر. المهم الأغنية الدويتو اللي ما بينهم اسمها لو سلمت لك قلبي واديتك مفتاح. المهم ان يعني الموضوع انتهى على خير، وكمال قدر ان هو يمثل الفيلم ده، ووقتها الصحافة كتبت عنه ما كانش لحد دلوقتي كمال حسني قابل عبد الحليم حافظ، كان اول لقاء ليهم في نقابة الموسيقيين لما كان رايح علشان يعمل بروفا هناك، واتفاجئ بعبد الحليم حافظ بينادي عليه وهو خارج من النقابة، كان على الناحية التانية من الرصيف، واستعجب ان عبد الحليم حافظ القامة والقيمة بينادي عليه، كان نفسه بس يشوفه ويسلم عليه. وده يدل يعني ان عبد الحليم كان انسان متواضع، وسلم عليه وخده بالحضن قدام الناس وقال له انا عايز اشوفك. المهم بمرور الوقت جت حملة اعلامية كبيرة قادها بعض الصحفيين، ودي كانت بداية تعكير الجو ما بين كمال حسني وعبد الحليم حافظ. حاول الصحفيين وقتها ان هم يقولوا لعبد الحليم ان كمال هيهز عرشه، بل انه هيسقطه، ومن هنا اعتقد ان كمال حسني ضاع، لانه كان المفروض ان الصحافة تقدمه كوجه جديد مش شخص منافس لعبد الحليم. زاد الكلام في الامر ده، وبدأ الناس يحاولوا بقصد او دون قصد ان هم يوقعوا ما بين كمال حسني وعبد الحليم حافظ. بعد فترة اتعرض عبد الحليم حافظ لأزمة صحية، وراح كمال حسني علشان يزوره. وقتها استقبله عبد الحليم بترحاب كبير جدا وخلاه يقعد جنبه على السرير، لكن كمال اتصعق لما لقى في الأوضة مع عبد الحليم بعض الحاقدين اللي كانوا بينقلوا الكلام وبيوقعوا بينه وبين عبد الحليم، وهم بالضبط اللي بيعتبروا نفسهم أقرب الأصدقاء لعبد الحليم. وأدرك إن اللي كانوا بيقولوله إن عبد الحليم حافظ بيحاربه هم نفسهم اللي قاعدين جنب عبد الحليم، ولابد إنهم هم برضو اللي بينقلوا نفس الكلام لعبد الحليم. في أواخر الستينات عرف كمال حسني إنه كان ضحية خداع وكذب، فقرر إن هو يبتعد عن الوسط الفني تماما ويرجع لشغله في البنك، لكن حالته النفسية ساءت، فقرر ان هو يسيب مصر ويهاجر ويسافر للعاصمة البريطانية ويستقر هناك ويبدأ في شغل خاص بشغل تجارة. يعني قرر ان هو ما يرجعش للفن حتى بعد رحيل عبد الحليم حافظ، واستمر سفره لمدة 30 سنة برا مصر. رجع في اواخر التسعينات، لكن مش علشان يشتغل في الفن، ولكن علشان التجارة. قدم بعديها حاجات بسيطة في الفن، وهي بعض الأدعية الدينية لرمضان، وتوفى سنة 2005. كده تبقى خلصت حلقة النهاردة. أنا مبسوط أن أنا كنت معاكم النهاردة. من فضلكم ادعوا لكمال حسني بالرحمة، لعبد الحليم حافظ بالرحمة، لشادية ولكل اللي انتوا بتحبوهم وفقدتوهم. شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.